من سيد الشيخ سكنت انا في سيد الشيخ واحد الخربه ملي كاين الراجل خلى لي الراجل تما 10 سنين ولا اكثر ما حتى هو و فيها قوت وانا نشم الريح ندوى الريح فيا الحساسية فيا الضيقة فيا الطانسيو فيا كل شيء ما قديت نشم عن داك شيء تنقول زعما إلا لقيت شي حاجة تنجهل لنا حدا خويا نشري شي حاجة من اللي ما ماتبا من زال ما ماتبا من اللي ماتبا ظهر علينا الله في شوية الورث جينا لهنا قلت انا ما بغيت انا الدوار ما بغيت انا الريح تاع الدوار ما بغيتها بغيت نمشي للمدينه زعما واخا غير فاق واخا ميت ما مصاوب بزاف بغيت انا نشري فاق الا كاين شي حاجه جيت انا نقلب نقلب قلبت كل شفاق ما عجبني حتى البلاصه فيها بزاف السكان فيها بزاف البشر انا غير بوحدي ما قديت ندخل شي دربه فيها بزاف من الناس دا يشوفيني غير بوحدي جيت لهنا شفت انا شفت هذاك الدار قال لي لا ها الضربه تباع هنايا صافت لينا الناس لهنا شكون تكلف بها شكون تكلف قال لينا واحد مول هذا هو جاروني هذاك اللي حدا جاروني هذا قال لينا سول هذاك مول الدجاج هادي وري لكم الدار ورانا الدار مول الدجاج دخلنا شفناها وانا واحد المراه عجبتني زعما ما قديت البنيني ديال الليله تصاوب هكا زعما يا ما قديت نقرا انا الناس ولا نقابل الخدامه ولا حتى حاجه يخصني ندخل بعدا شي حاجه من قيام زعما بلا ما نحن راسي ونتخشي فيها شفتها عجباتني شكون مولاها قال لي يا مولا راه كاين في عزلك قال لي سولها امي واش قال لك باي بيه ولكن الوراق ديالو مازال ما كملوه فين كاينين الوراق قال لي ده عن نوطير ناس ولا كان شي حاجه الا كان شي حاجه اللي تاعك شني لي مور لي عادني ما بيتهاش عطى الله وليدي الديور قلت ليه عطى الله الديور بيت نمشي بحالي وصافي عطى الله الديور في المسيره ولا دواري زيكي قبل رخاصين احسن من هذاك اللي غالي زعما غاليه بغا 77 مليون بغا 44 مليون بغا وخلاص كشي اللي كاين من 40 و70 77 مليون ولا 44 مليون ولا هادشي اللي وخلاص قال لينا غادي نشاو مول الدار غادي نضريكم نرد لكم الجواب صافي مشينا بحالنا حتى تشاور مع خويا حتى دوا مع خويا نجي عاوتاني جينا شفناها عاوتاني غير شفناها وصافي قال لي خويا الثمن غالي علينا هي ما عنده غير 70 مليون هادشي اللي باقي غير بتسلفها زعما الا كان شي حاجه خاصه بتسلفها عندها غير 70 مليون قال لي غادي واخا غادي نتشاور غادي غير دوك صافي يلا صافي واش بعدا نزكي هذاك اللي قلتينا غير باقي فيه شي ورقه ولا شي حاجه قال لينا هي صافي مشينا انا وخويا قال لي انا هذاك الدار كاع ما عجبتني اللي الا فيه شي حاجه بلاش منه غادي نتخشي واحد الخربه ولا هاد الصدامه قديت عليها زعما مشيت انا لسيد الشيخ يلا دازت السيمانه صيفت على خويا قال لي الا بغيتي هذاك الدار هاد السيد هالسيد اللي طيح خويا في المصيده تيق فيها بزاف تيشري عنده الدجاج من اللي كان ما كاينين في دوار الجامع ما يكون في دوار الجامع ديك الساعه تيتقدم للمدينه يطريها يسلي عنده الدجاج يدي عنده الدجاج زعما شلحني تايقه شلح ونصبيره ولا فين ما عرفت
زعما الا شفتيها زعما هي ما تقول لي راه غادي يطيح في المصيده ولا شي حاجه المعقول زعما بحال الضريب مسكين كاع ما يدوي غير بشويه وصاينا نسخط لوالديه داو خويا قال لي الا بغيتي هذاك الدار كاع ما شاورني ديك الساعه كاع ما شاور لي خويا ولا هذاك انا في شاد الشيخ صافي تلاقاو خويا في الطريق فين ما عرفت واش الطريق هذاك الطريق اللي تايدي لهنا ولا غير هنا ما عرف فين 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 لقى خويا قال لي الا بغيتي داك الدار راه مصوب هذاك الوراق ديالو كملي منياضين ناضيين مسجلين محفظه صافي اش هو تقول قال لي اش تقول غير السيمانه اللي فات قلتي لنا باقي قال لي لا الله لا مشي جا محفظه يلا عندك عنده هو اللي دا عنده في الموتور ديال خويا باش ركبي لنا يلا عندك عند مول الدار فين كاين قال لي عزلي ادا خويا ضمصوها يا وليدي مشى خويا ضمصوها لغد ليه مشي لان عند النوطير لغد ليه باش ما يترجع خويا باش ما ضمصو نتو كاع ما تايدوي عند النوطير كاع ما شاف حتى الرقم هو قاريني شويه زعما شويه القران شويه العربيه تاي كتب تاي يبيع ويشري ويشري هو كاع ما شاف واش النوطير ولا واش الشفار ولا واش كتاتبي ولا الشفار سكت مسكين كاع ما تاي قالوا ليه النوطير داو هذاك جارو داو عنده قال لي هذاك مول اللحية حتى هو يا راه قال لي صح مسجله محضه صافي كمل الوراق ديالو الا بقات ليه شي حاجه كاع ما تخاف منه داك الشيء النوطير هذا الا باقي لك شي حاجه كاع ما تخاف منه والو النوطير هذاك خويا مسكين تايتيق بزاف ما عنده غير النيشان مسكين غير الحانوت ديالو والدار ديالو ويقابل ولادو صافي والدين ديالو الجامعة صباح الجامعة تقعد من ما عرف طاطا حرامية وضمصونا يا وليدي وضمصونا معاه حتى انا اللي تايدوي واخا ما عرفت انا والو تندوي تايحر ليا الحال انا ولكن ما دويت ما تكلمت ما عرفت انا ما فين دخلنا عند النوطير دايزي ولا راه لاكارت ديالي واش عجباتكم الدار ديال واخا الوليده قال لي واش عجباتكم يلا دير فين تنضحك قال لي راه فلسنا اللي داعي واش الدار اللي عجبتنا ولا ما تعجبات ما قال لينا راه مسجله ولا محفظه ولا شكون تعجب ولا عجباتكم بهكا اللي ما مسجلاش ما محفظاش يكون يا اللي النوطير صحيح غادي يقول لنا راه ما مشي لا ما حفظاش واش عجباتكم هذا دخلوا ليا الا ما عجباتكم سير بحالكم ما قال لينا حتى حاجه شد عندي لاكار تايسولني امتى تزوجتي واش عندك الراجل واش عندك اولاد واش عندك امتى تزوجتي امتى تولدتي امتى تايسولني ما تقام ما سميت امك سميت باك سميت جدك سميت حتى احفظ كل الميراث ديالي كل شيء الميراث يجي بحال الا تندير الميراث احفظ كل السميه ديالي ولا ما ملي جا خويا مرض من الحج ملي جا خويا با يدير مشى عنده لقى باع المحل جا خويا من الحج لقى باع المحل هرب صافي خويا مرض ديك الساعه مرضني في الطريق زاد ليه الحال ومشى تايسول اصحاب ديالو اللي تلقى معاهم نيت حتى هما بقات ليهم الدار في الدين ديالها في الدين ديالها هما ما تنعرفهم يدين دوي هادي غير قالوا كان بيت غير الا ما عرفتيش الشرعه غير ندوي وصافي عرفت ندوي بالعربيه كلشي اصحابو اللي تلقى تلقاو معاهم عنده تيقول ليه راه هرب قال لهم يلا ندير المحامي قال لهم غادي يهرب لنا للخارج الا درنا المحامي ما حتى هذاك اللي تيلقى خويا طرا لهم هكاك اللي طرا لنا قال لهم يلا ندير المحامي يلا قال لهم غادي يهرب لنا للخارج ايوا خويا مشى خويا دار المحامي صافي خويا صافي لقى راسو مريض ما قد والو انا غادي تكمل الجر ديالي دار المحامي بوحدو
مشينا تنقلب عليها المحامي حتى لقينا هذا في المسيره، قال لنا ولد عمي راه عرفته واحد عرفت وراني خويا كل كاع ما قدي دوي وراليه كل شيء، قال لي هذه مطار تنمشي ونجيب، درنا زعما خلصنا التحفيظ خلصنا كل شيء، قال لنا جي عندنا ما اش اقول لي جي عندنا الى تعطلات شهر ولا جوج الى تعطلات الاوراق ديالكم، وتنمشي ونجي حتى 5 سنين تقريبا تكمل 5 سنين، قال لي كل شيء زورنا شي حاجة حتى ملي زعما باغي يدير شي حاجة زعما داونا عند العدل زورها عاوتاني المسلتي ما عرفت صافي، قال لي المحامي كل شيء إوا بقى، قال لي غادي يهرب للخارج يمكن اللي ملي باع المحال غادي يهرب حتى للخارج، قال لي غادي نسد ليه بابا المحامي غادي نسد ليه بابا الحدود، يا ملي بقيت انا بوحدي تنتسنى ها هو غارب في الراكش تجيب ليه هنا هذوك تجيب هذا كل جابها ليه كل شيء هذه تجي حتى لعندو ما دار والو، قال لي او درت ليه الشكايه درت ليه الشكايه وانا وكيل الملك ما مرجع للمحكمه، هذا قال لي وكيل الملك مشيت عنده حتى انا اداني عنده بغيت ندوي ولكن ما خلاني المحامي ندوي، كيما صافي قال لي استدعي مول الدار، جا حتى لهنا انك جيب شي 30000 ريال شي بركه، قلت له شحال بنجيب؟ قال لي 30000 ريال بعدا باش ندير الشكايه اي مول الدار اللي باع لي، قلت لي واخا هو اللي خصه يجي هو اللي طيحنا في المصيده اللي خصه يجي، اللي ملي جيت انا لهنا قال لي ملي جا عندي جدار ميا لهنا قال لي باغي يدي الاقوال ديالي حتى هما، قال لي دعيت بحالي ما ديالي يا وليدي سنت انا في الدار بحالي تنموت الليل والنهار بحالي لا ما ديالي يا وليدي دم ديال با ديال با ما كان الضوف سميت ديال ولد هذاك اللي باعنا سميت ديال ولده ماشي هو مول الحياه سميت ديال ولده، وانت ما قدرتي لا تكري الدار والو ما قديت يا وليدي ما قديت قبيت غير نرد المواقف السميدي، قالوا لي مالي المولى مالي جيب باش شريتي جيب شي غاشي وثيقه شي غادي نعاونك، ولكن ما عندي والو من اللي مشيت عند المحامي عندي لا بلادي دي ما عرفت اش بحالي الى اتفق معاهم هني ايوا وليدي تنموت الضيقه ما شكيت عليك يا الروابط، هذا هو كاين اللي غالي في هذيك 3600 ريال كاع ما تنشريها ما قديت نشريها، دائما الرابوسه وليدي تاني تنقف ما الاكسجين ما ينزل عند الصدر ديالي ما تينزل داني تنفس ابي غادي نطيح داني نطيح مره غير تنكاب حتى نكاح يا ربي عاونيني غير الار نلقى الورق معاه في الدار باش ندير ليه اللي بغيت انا نصدقها ولا نكريها ولا نبيعها ولا غير نستافد بيه بعدا ولا غير نحج بيه بعدا ولا وليدي ما عرفت اش غندير اوليدي.